طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. والبداية من العناوين. في العنوان الأول لهذه الحلقة: متظاهرو البصرة يطالبون بإقالة المحافظ ومجلس المحافظة في البصرة. أما في العنوان الثاني: غرقوا مدينة الحلة مركز محافظة بابل بمياه الأمطار. وفي العنوان الثالث لهذه الحلقة: مياه الأمطار والسيول تجتاح مناطق بمدينة الموصل. إلى العنوان الرابع في حلقة تواصل دوت كوم: طلاب مدرسة ابتدائية في محافظة البصرة يجلسون على الأرض. ومن العناوين إلى التفاصيل، ومع تفاصيل الخبر الأول: حيث طالب متظاهرو البصرة بإقالة المحافظ أسعد العيداني ومجلس المحافظة، واتهموهم بالفساد والمشاركة في اعتقال وقتل المتظاهرين. يبدو أن تظاهرات البصرة بدأت تأخذ منحا متصاعد. دعونا نشاهد المقطع التالي. إخوان البصرة وحدة، إخوان دم الشهداء، مارين كل فهد بالبصرة. المحافظ فاتت والحكومة فاتت لها. والله العظيم هجاليتكم، لا تتوشي والله العظيم. كذلك أمهل متظاهرو البصرة الحكومة بتنفيذ مطالبهم خلال أسبوع واحد فقط، وإلا يقوموا بتصعيد التظاهرات وقطع الطرق والشوارع. فلنشاهد. تحمل لا قائد ولا تحمل تنسيقيات ولا شباب وشياب البصرة الكل. بيان موجه إلى رئاسة الوزراء خلال هذا الأسبوع الجاي، إذا ما يطلع رئيس الدولة أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء بمؤتمر صحفي يقول مطالب البصرة سوف تحقق، 32 مطلب تحقق كاملة، ولكن بدأ بالأسهل. إن لم يحقق هذا الشيء خلال هذا الأسبوع سوف نقطع الاقتصاد على العراق كافة، وهذا قرار الجميع. هل أنتم موافقون؟ لا. تخافون؟ لا. أبطال؟ جاب متظاهرو البصرة شوارع المدينة ونددوا بفساد الأحزاب السياسية، وجددوا مطالبتهم بإقالة المحافظ أسعد العيداني. فلنتابع. والله مو خوفا من القبائل، بس أكلكم رسالة من البصرة: حذو الوجه الثاني. إذا لبس الوجه الثاني تصير مو حلوة. حضارة من الوجه الثاني، رسالة إلى كل من باطن: حذر من الوجه الثاني. كذلك يعني دعونا نشاهد جانبا من تظاهرات يوم أمس الجمعة التي خرج فيها المتظاهرون أمام مبنى مجلس محافظة البصرة. كنا طيح ويا طايح لجنة البصرة، كنا طيح ويا
البصرة. ما بك حدوى ويا طاي خير 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 البصرة. يا أهل حار ويا أهل حار. إضافة إلى تمركز متظاهرو البصرة بالقرب من المبنى الجديد لمحافظة البصرة، كذلك كانت الشعارات منددة بفساد الأحزاب السياسية الحاكمة لمحافظة البصرة ولعموم العراق. فلنتابع. إلى تفاصيل الخبر الثاني، ومع غرق الشوارع والأحياء في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، شارع 60 مقابل شارع الحسينية في مدينة الحلة يغرق بمياه الأمطار وسط الإهمال الحكومي في جانب الخدمات والمتكرر في جميع أنحاء العراق. فلنتابع. أما سوق الحلة أو ما يعرف بالساحة فقد كان له نصيب من غرق شوارع وأحياء الحلة، ما جعل من أصحاب المحلات يجدون صعوبة في العمل. فلنتابع. شوارع الحي العربي في مدينة الموصل غرقت بمياه الأمطار، وكما أشرنا سابقا فإن الإهمال المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 خاصة في الجانب الخدمي واضح في جميع محافظات العراق. فنشاهد شوارع الحي العربي في الموصل. مخيم دبقة للنازحين جنوب شرق الموصل كان له حصة من مياه الأمطار والتي غمرته وشردت آلاف العوائل، كذلك من جراء السيول التي ضربت المخيم وأزاحت الخيم ودمرت أجزاء كبيرة منه. فنشاهد هذه الصور. Thank you.
إلى حي القادسية في ناحية ربيعة شرق الموصل والذي غمرته مياه الأمطار بسبب عدم وجود شبكة لتصريف مياه الأمطار وغياب دور البلدية، فلنتابع. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الفيضانات، شوف الماء شلون فايت على العالم، على بيوت العالم. شوف، خلينا نشوف جهة الأخرى. أجوان الحكومة، وين البلديات؟ نناشد الحكومة على الفيضانات، نناشد العالم. لقونا حل وسط. هاي كل مطرة هيجي، كل مطرة هيجي، كل مطرة هيجي. لا حد يقدر يطلع، لا حد يقدر. شوف شوف، حد على بيوت المنقادي واقع. لا حد. شوف هذا الفيضانات في ربيعة حي القادسية والأربعين دار، كلها فيضانات، كلها فيضانات. احنا لا نقدر هسه على المي حاليا، من هنا اتجاه 40 دار مقطوع مقطوع، لا حد يقدر يطلع ولا حد يقدر يفوت. الجيني لازم ونسع المي جارية. هاي السيول كلها من اتجاه القادسية حدود سوريا، لا كلها مجاري. نناشد المحافظة ونناشد مدير ناحية ربيعة نشوف النحال، ونناشد البلديات. ها شغل الحكومة مو شغلتنا، هالمجاري هذه شغلة الحكومة، كلها شغلة الحكومة. بعد غرق معظم شوارع الموصل وبطريقة تهكمية، قام رجل بوضع صنارته وسط مياه الأمطار في الشارع العام تعبيرا منه على الاستياء من تردي الوضع الخدمي في المدينة، فلنشاهد. هذا الملة جاي يصيد سمك. شوف الحصامات الخير. رغم الدمار وغرق بيوت ومخيمات الموصل، إلا أن السكان يتحدون الظروف ويحاولون قدر المستطاع التغلب على جراحهم لكي تدور عجلة الحياة، فلنتابع. انهيار جزء من مدرسة التقدم في آل عبس في السماوة، وذلك بسبب الأمطار والسيول التي اجتاحت المنطقة، فلنتابع. موسيقى
وين معفنا صار لهم سنين 7 مليارات مليار يبني هي بعدس. مدرسة مزوايا للبنين شرق مدينة الموصل كان لها نصيب من مياه الأمطار ما تسبب بغرقها، فلنتابع. هذه هي مدرسة مزوايا للبنين. هاي هاي مدرسة مزوايا، سبحان الله. مدرسة مزوايا تغرق في رحمة الله. يا الله، هاي الإدارة. أصل صلاح شكو؟ والله جانا نسبح غرقانين. ما يخالف ما يخالف. هاي إدارة، هاي إدارة مدرسة مزوايا تغرق في رحمة الله. ها باب المستشفى، ها باب المدرسة. دائما اسم المستشفى على لساني، سبحان الله. يا ربي. مع الأسف وهذا الحال في العراق الذي وعد بالديمقراطية وبالرخاء، لكن الواقع عكس ذلك. بسبب الأمطار التي تعرضت لها محافظة البصرة، تعرضت مدرسة حلب الأساسية الواقعة في منطقة الشعلة في البصرة للدمار، بسبب أن بناء المدرسة يعود إلى العام 1981، وتم إيقاف التدريس لمدة أسبوع كامل. وبعد مناشدة مدير تربية البصرة تم إضافتها إلى متوسطة الشعلة، وقام مدير مدرسة متوسطة الشعلة بفتح بعض الصفوف وإقفال الصفوف الأخرى، علما بأن الصفوف المفتوحة لا تكفي، وهذا الأمر أجبر المعلمات إلى التدريس في الممرات وساحة المدرسة. دعونا نشاهد المقطع الأول. وين قعدتكم انا؟ شو حسب الشعب؟ قعدوا حتى ندخلكم. يلا هاي طالبات كلهم برا، هاي طالبات سادين الصفوف. راح اراويكم معلمه تدرس بالساحه. ماكو صف، قابل المدير. اوقفوا هنا، اوقفوا هسه صورتكم. المدير ساد الصفوف. ست جاي درسين اللغة العربية موضوع البلبل والبرية. ليش قاعدة هنا بالساحة؟ لأن ماكو صف يقعدون به ولا رحلات. مسدود الصفوف، مسدود الصفوف. نعم الطابق مسدود. هاي طالبات، هاي طالبات. إلى فقرة رأيكم فقط في العراق صدور أمر إحالة إلى التقاعد، بعدها يتم إلغاء الأمر وتعيينه مستشارا لوزير، وتعتبر فترة الانفكاك بعد أمر التقاعد إجازة. وزير النفط يصرف رواتب كاملة لشخص وهو متقاعد كمستشار لوزارة النفط. دعونا في البداية نتابع كتاب وزير النفط. هذا هو الأمر الوزاري بتوقيع ثامر عباس الغضبان، نسخة أخرى للجنة المشكلة بالأمر الديواني
نعم. أما أبرز التعليقات حول هذا الموضوع فلنتابع. أبو حمزة الرماحي: ما أعرف ايش تتوقعون من هذه الأحزاب، 15 سنة وهم لم يتركوا دولارا واحدا في خزينة العراق، والآن العراق مطلوب أكثر من 140 مليار، ايش تتوقعون غير الفقر والبطالة والقحط؟ محمد أبو زينب: هاي الوزراء والنواب جايين للبوق والفرهود مو لخدمة الناس. أحمد يوسف: الوزير هذاك طيرة لأن مو من حزبة، والوزير هذا أكيد من حزبة لو أكو مصالح بيناتهم. أحمد حسن: لعش تقول على وزير الزراعة الجديد، هذا الوزير أحيل على التقاعد هو وأربع مدراء عامين، وبقدرة قادر رجع وزير شلون ما أعرف. مهندس وليد: حسبي الله ونعم الوكيل، والعالم الفقرة تدور عقد ب200 ألف ما محصلين. رافد الشمري: أصلا شي عادي أكون الشال رجع للعراق ورايح ينطور راتبه بأثر رجع. إلى فقرة هاشتاج. أخذوا لكم ما نريده، هذا الهاشتاج الذي انتشر على موقع تويتر تعبيرا عن رفض أغلب العراقيين لمرشح وزارة الداخلية فالح الفياض. وأخذوا لكم ما نريده تعني يا إيران أخذوا فالح الفياض لكم، لأنهم يضغطون بقوة لقبوله كوزير للداخلية. دعونا نتابع أبرز التغريدات حول هذا الهاشتاج. خاتون بغداد: أخذوا لكم ويا شكو تبعية وذيل، وكل واحد ولاهم إلكم، خلصونا خلي البلد ينظف. عواد أبو حسين: كل من تحدث باسم الشعب وغايته مصالح خاصة، كل من رفع شعار الوطنية وهو تابع وذليل، كل سياسي فوضوي مهرجا يعبد صنما. بهاء أحمد: هو تربيتكم وأنتوا حق بي، أخذية جارة السوء إيران الفياض، ويا هدية لعدد كل زعماء الأحزاب والميليشيات مع قبولاتنا الحارة. أحمد علي: أتمنى لو أعدنا كل السياسيين كل واحد إلى من ولاءه له، أتصور ما راح يبقى بس القليل منهم. إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. تصاعد وتيرة حوادث السير في العراق، ما هي الأسباب ومن هو المسؤول؟ جريدة البصار أعدت تقريرا حول هذا الموضوع فلنتابع. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.